زادت شويه بس يعني في مصنع هنا راجع في محل بعد امطار من المقهى البوليسار يعني جات شارع فيدا احنا رجعنا السنه فوق في دو مارس تقريبا واحد كيلومتر ما كناش ما بين وطبعا حال في الصغر جميع الاصدقاء اللي كيدرسوا معنا في الاعداديه ولا في الثانوي يكونوا كلهم ولا درس القطاع معاك الاغلبيه ديال المراجعين عندنا داك الانسان كيتزاد وكيكبر وكينشا في داك البيئه الرجويه فطبيعة الحال بديت المسار ديالي كجمهور منذ نشأة عادي ولكن تقريبا ابتداء من السنة السادسة ولا السابعة ولا كنمشي للملعب كنمشي ابتداء رغم المعارضة ديال الوالدين بطبيعة الحال إلى غاية اليوم الوالدين كيخرجوا والديهم والوالدين كيخرجوا وليداتهم يمشوا للتيران في واحد السن صغير من بعد بقيت انا مرتبط بالملعب وبتتبع الرقاب من الصغر بعض الاصدقاء اللي كبروا معنا في الحي كانوا لاعبين مرموقين في نادي الرجاء الرياضي مثلا الناس اللي قابلنا في خمس العصر ديالنا بحال السي بيتشو الله يرحمه بحال السي حداو تا هو قريب لينا في الدرب تما ميري ماشي ميري ديال الرباط ديال السيد الجاي كان قريب من الدرب تما لاعبين مرموقين من بعد تحت قيادة المنخرطين في سنة 2017 في أكتوبر 2017 تقدمت في الطلب ديالي في عهد رئاسة السيد سعيد حسان وتقريبا في أفريل 2018 تم استدعائي من أجل الالتحاق بجنة مؤقتة برئاسة السيد الرئيس محمد أوزان ومن ثم بدا المسار السيدي فكان ست شهور ديال معرفة يعني الأجواء الداخلية في النادي وبطبيعة الحال الجامعة كنا فيها خمسة أعضاء ولا ستة أعضاء أصدقاء ناس رجاليين كناضلوا وبلا أجل رفع التحديات بين الرجاليين وكملت المسار في إطار المكتب المديري مع برئاسة السي جواد الزيات ومن بعد استقالة السي جواد الزيات كملت المسار أيضا مع السي الرئيس الحالي السي رشيد الدبيسي الى غايه تاريخ 23 مارس 2020 ملي استقلت من نظرا للظروف اللي كل شيء عارفها فهذا هو المسار الى غايه السؤال اللي كيراح يعني جاي من جميع قناه مره ولا تراجعويين يعني بصفه عامه كيقول لك علاش يعني سمحوا لي وانت ترشح لي رئيس الراجع في هذه الفتره بالضبط هناك قرار يعني ما بقاش ليا ولا تقرر كان قرار ديال الترشح لان اولا هناك انتخابات رئيس نادي الرجاء الرياض لكل طرف كاين واحد الوضعيه ف السي رشيد الدلوسي اللي بالمناسبه كما وشك جميع الرؤساء قدم خدمه جليله لنادي الرجاء الرياضي فاعلن عن عدم نيته لمواصله المهام والمشروع وعن عدم الترشح ف القرار نابع بطبيعة الحال من تشبث بنادي الرجاء الرياضي ومن الرغبة في خدمة نادي الرجاء الرياضي ومن الرغبة أيضا من أجل وضع واحد التصور الذي يعتبر خلاصة ديال واحد العمل السيري ديال مدة واحد 3 سنين ونص. لكن الجمهور اللي كيقول أن الأستاذ علي محفوظ أزمة كاين يعني حتى من علاش بالضبط بعد يعني الانتفاضة غير مسبقة الخزينة المالية فيها الرجاء سي علاش محفوظ يعني قرر أنه ترشح لرئاسة علاش دابا وعلاش ماشي هذه الأزمة؟ هذا سؤال مهم كنشكرك عليه السي أسامة لأنني وضعت الترشيح ديالي الرسمي لدى هيئة المنخرطات والمنخرطين قبل الانفراج المالي وضعته قبل الإعلان الرسمي عن بيع حقوق اللاعبين سفيان الرحيمي وبن مالرومو ووضعته قبل بين كأس الرجاء نهاية كأس العرب إذا القرار فهو غير مرتبط بالمداخل المالية هو مرتبط بواحد التصور وفي هذا الشأن هذا كنحيي حتى الأستاذ عبد الرامي زميلنا وصديقنا المرشح أيضا المنافس ديالنا في هذا الاستخراق الانتخابي حتى هو كان أول من أبدأ
الرغبة والنية ديالو في الترشح. هذه مسألة صحية، ظاهرة صحية، ظاهرة ديمقراطية، على أن منخرطين بغض النظر عن الوضع المالي يحملون هم النادي وعندهم واحد التصور وكيمشيو كيطرحوا البرامج ديالهم للسادة المنخرطين والهيئات المنخرطين. فهذا مسألة جيدة وطيبة وغادي تخلينا أن نزيدوا في بناء المسار الشفاف الديمقراطي ديال الدرجة العالية. إذا الترشح غير مرتبط بالمداخل المالية، وحتى القضية مثلا ديال الأزمة راه غادي يكون هناك تحدي مالي اللي غنناقشوه. فترة صندوق من المؤاخذات اللي ما غاديش نحاول نستفيد فيها، لأنك حاولت توضحها في الخارج الإعلامي سابقا يعني مع زملاء صحفيين، لكن في فترة سابقة يعني يقال أنه تم عرض عليك يعني منصب نائب رئيس راشد الحالي السي راشد الأندلسي، لكن رفضتي وكنتي متشبث بالمنصب الكاتب العام، علاش؟ شوف ملي كتكون في واحد الإطار ديال العمل اللي فيه مجموعة ديال الأشخاص، العمل الجماعي بصفة عامة، كيكون فيه إكراهات، كيكون فيه مواقف، وكيكون فيه تجاذبات. كان واحد التصور ديال السي راشد الأندلسي على أن يعدل من تركيبة ديال المكتب المديري اللي بقى من بعد استقالة مجموعة ديال الإخوان، كان تصور، هذاك التصور ما بطبيعة الحال مشينا في واحد الاتجاه، هذاك الاتجاه عاوتاني تبدل، فضلت أنني نبقى في المهام اللي غنقدر نعطي فيهم واللي أنا ملم بها. فكان بصراحة هذه المسائل ما خصهاش نكبروا ونعطيوها أكثر من الحجم ديالها. يوميا في الراجل ما بين المكتب المديري وما بين المكتب المديري وباقي المكونات وما بين المكتب المديري والمنخرطين، هناك تجاذبات وهناك نقاشات، هذه ظاهرة صحية ويمكن يعني هذه المسألة هذه ما تنطبقش على شي أزمة كبيرة ولا شي حاجة. كما كتعرف الراجل مادة دسمة. اي نقطه خصها ترتب عليها مجموعه من التبعيات الاعلاميه وغير الاعلاميه، كانت مساله عاديه وتم تجاوزها. وبالفعل السي راشد الاندلسي الانسان اللي تبارك الله عليه ذكي، والمصلحه ديال الراجل عنده بالنسبه ليا مصلحه عوليه، هذه مساله كانت مرات بدون اي مشاكل ولا اثر على درجه عاليه. في المجموعه الرجاويه السائل في الفتره الاخيره يعني عند تسلم مقاليد العامدة الفنية للسي جامع السلامي، والأداء اللي شفناه أداء الملاحق مقارنة بالسي للمدربين السابقين للإسباني خوان كارلوس داريد وللفرنسي باريس كاتالون، تبدل الأداء يعني بشهادة جميع المشاهدين الرجل اللي أثمر أنه لا الفوز بالبطولة الوطنية للوصول للنهائي دوري أبطال أفريقيا اللي غاب على الخزائن الفرنسية منذ سنة 1993، وايضا الوصول قبل الفوز بكاس العرب. على شيء نشوف احنا السي جامع ساهم لا المكشف ديالكم ولا السي جامع ساهم بشكل كبير في الفوز بكاس محمد السادس، بينما فجاه السي انيس محفوظ ما كيتفاهمش مع السي جامع السلام، بغينا توضيح في هذه القضيه. هذا خطا. السي جامع السلامي كمرشح لجميع المدربين والتقنيين ديال الدرجه الرياضيه اكل لهم كل احترام، ولكن هذا الاحترام والاحترام الاختصاصات لا يغنينا اننا نبدأ نعطي ملاحظات واننا نناقش افكار. فالسي جامع السلامي بطبيعه الحال اطار وطني الكوف، الكفاءه ديالو التقنيه لا تحتاج لمناقشه بطبيعه الحال، ساهم ايضا بواحد الصفه كبيره في وصول نادي الرجاء الرياضي الى ما هو عليه حاليا. رغم ذلك انا شخصيا حتى الاخوه في المكتب المديري ما عندناش ذاك لا ساتيسفاكسيون توتال، يعني ملي كتوصل لواحد الدرجه ديال ملي كتهدف في 90 خصك توصل ل 100، ملي كتهدف في 100 خصك توصل ل 120. اذا دائما كنحاولوا نشوفوا الفريق ديالنا في ابهى حمله وفي احسن لعب، وكتعرف حنا الرجاليين ما النتيجه ماشي مهمه بالضربة والطريقة وبالإبداع في الكرة والفرجة الكروية، هذا هو الأدعين ديال الراجل، هو الفرجة الكروية. إذا ما كانش خلاف، كان ملاحظات، كيكون نقاشات عادي. فاش مثلا كنا خسرنا مع الزمالة في كأس العرش، فاش تخسرنا مع باتريس كارتورون، لا غدا درنا اجتماع وناقشنا، كان اجتماع صاخب، ولأن ما تقبلناش الهزيمة، وما رضيناش بالهزيمة. هذيك الفتره ديال الاستقاله انا ما تقبلتهاش،
علاش؟ لان كان هناك الهزيمه ضد الغالي، ولا كتعرف الهزيمه ضد الغالي عندها واحد الاثر اللي شويه شويه يمكن لك تخسر العام كامل في ذاك الماتش في السبت. اذا دائما كنحاول ما يمكن نعطيو افكار ونعطيو يعني واحد لوبينيو، واحد الافكار، واحد الراي، من واخا يكون مخالف للراي المتبقي، ولكن يكون دائما يهدفوا الى مصلحه العامه الراجل. اذا حتى اليوم قضيه عن الماضي دابا ندوزو للمستقبل. صحيح سيكون يعني راك تمشي تجارب عديده في الفريق الرجاء، كيفاش ماذا استفدتوا من هذه الفتره وكيف تتوظفونها في اي اس اذا كنتم رئيس الفريق الرجاء؟ المرور كانت مسيئه لمده تقريبا 3 سنوات ونصف، وليس مرور هو مرور كرام. يعني مع الساده الرؤساء كتفقد الحدث، كتفقد القرار. هادشي بطبيعة الحال ساهم حاليا في اتخاذ هذا القرار هذا ديال الترشح للرئاسة، ونتج عنه مجموعة من المعطيات التي في نظري ستفيد المرحلة المقبلة ديال الرجاء. المعطيات ولا هذه الوضعية هذه فيها بزاف ديال النقط. أولا من ناحية مراكبة داك التجربة الرياضية، أنيس محفوظ اللي دخل نهار الأول الراجع في المكتب المديري ولا في اللجنة المؤقتة، واللي عنده داك الشوفة ديال الكرة، ماشي هو أنيس محفوظ حاليا، لأن كل يوم تاع احتكاك بالمسائل التقنية وبالمسائل الكروية، فطبعاً الحال الحمد لله الرجاويين كلهم باش واعرين وباش مزيانين وهما كيعرفوا الكرة، ما يمكنش تكذب عليهم. إذا تنمات واحد القدرات طفيفة، ماشي كنقول راني تقني ولا غادي نكون بلاصة مدرب ولا نكون بلاصة مدير رياضي ولا مدير تقني، ولكن الحمد لله كاين هذيك الشوفة تنمات. هذا من ناحية رياضية. كاين هناك واحد التصور رياضي، واحد المشروع رياضي في دماغي وفي التصور ديال إخوان أعضاء اللائحة، اللي بالمناسبة كنشكرهم على قرارهم تحمل المسؤولية والذهاب بعيدا في هذه المشروع هذا. فهناك تصور رياضي ينبني على ما بديناه في إطار اللجنة المؤقتة وفي ما كنا مع السي جواد الزياد، اللي هو الهيكلة الرياضية أساسا. حنا كنديرو كرة قدم، ما كنديروش حاجة أخرى، هذا ماشي مصنع ديال المربى ولا ديال الزراعي ولا شي حاجة. الهيكلة الرياضية مهمة. ثالثا هاد التجربة هذي خلات أننا ننمي واحد شبكة، أن غيزو ديال المعارف الرياضية، أن غيزو دو كونيسونس اي ان ريزو دو بيرسون على المستوى الرياضي وعلى المستوى المؤسساتي. على المستوى الرياضي الحمد لله العلاقات متميزة مع مجموعة من الأندية على الصعيد الإفريقي والصعيد الآسيوي الخارجي، علاقات متميزة مع مجموعة من لي زاجون جو مع وكلاء اللاعبين، علاقات متميزة مع لاعبين، علاقات متميزة مع مؤسسات رياضية سواء على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على مستوى الأوصال الاحترافية الوطنية، على مستوى الكاف، ولا حتى على مستوى الفيفا، ولا مستوى التصعيد المحكمة التحكيم الرياضية. فهذه الخلاصة ديال التسنين ديال التجربة هذه ما يمكن إلا تنفعنا. وكما قلت الأستاذ مؤخرا، حنا راه بحال شي كامل ديال الضو، غاتجيو غاديرو في البريز وغادي يشعل الضو. يعني ما كانش انقطاع كبير يعني في فترة السيرية تقريبا واحد 3 أو 4 أشهر. العلاقة انتقال في مارس، في 23 مارس 2021. العلاقة الحمد لله ما انقطعش الخط مع هاد الإخوان كلهم. فهذا مسألة مهمة، ونتمنى إن شاء الله نستثمروها باش نوضعوا على الأرض ديال المشروع ديالنا الرياضي والهيكل. بخصوص الجامعة اللي كان اليوم في 14 سبتمبر، يعني تم الإلغاء ديالو بإجماع كافة المنخرطين، يعني واش عندكم شي معطيات للجامعة الممثل؟ دابا هذا الإلغاء هذا إلا جينا نناقشوا خصنا نناقشوا زاويتين. إلا بغيتي نناقشوا كرجال قانون ناقشوا كرجال قانون، إلا بغيتي نناقشوا كمرشح ناقشوا كمرشح ولا كلائحة. من الناحية القانونية وغادي نحيد أنا القبعة ديال المرشح، من الناحية القانونية الإلغاء زعما أنا طرحت تساؤل على نفسي وصوت مجموعة ديال الناس الكبار اللي قدماء ديالنا واللي مهتمين بالشان الرياضي هذه واحد 40 و50 سنة. أول مرة كتسمع كلمة الإلغاء في جمع عام، حتى مثلا
في المهنه اللي كنمارسو كمحامي ولا كرجال قانون الى غادي نجيو نعلم كيكونش غير هكاك، كيكون بمقتضى واحد القرار قضائي لواحد الظروف معينه الى غير ذلك. اذا من الناحيه القانونيه هذا الإلغاء هذا يطرح التساؤل، يعني من ناحيه الجدوى القانونيه ديال الاجراء، خاصه انه الغاء على حسب البلاغ يلغي حتى الترشحات. يعني مثلا احنا دابا واحد 6 ولا 7 سيمانات وحنايا كنوجدوا كنصادقوا على اللوائح، خص الانسان اللي كيكون خارج الوطن كتجيو باش يوقع وعاتو يرشح انسان حاليا. حنا اللي كنعيشوا هاد الضغط هذا، ما انسان ما حاش بداك التبرع وداك الجهد اللي درنا من اجل اعداد اللوائح الترشيحات اللي هي لوائح قانونيه زعما المرشحين، ما كنهضرش على نفسي، باش تجي وتلغي هذا العمل وهذا الجهد هذا، هذا يطرح التساؤل. في الحاله الوبائيه اللي كيقولوا على الحاله الوبائيه خلات هي اللي السبب الرئيسي، وانه كان مفضل انه يكون عبر تقنيه الفيديو. انا كنشوف كتسول سامي تبارك الله الاسئله ديالك، كتمشي للصوره وكتمشي كيف يعقل اننا نلغو جمعا الذي تم الاستدعاء اليه عن طريق من اجل ان يعقد على طريق الفيديو كونفرنس، وكان تم الاستدعاء من اجل الحضور ما غاديش نناقشوا النقطه هذه. وناهيك والاكثر من ذلك ان الساده المخالفين لم يطلبوا ما طلبوش بالالغاء، طلبوا بالتاجيل. اذا هذا القرار هذا من ناحيه قانونيه هو في مواجهه التيار ديال الساده المنخرطين لاعتبارات ديالهم مفهومه، كاع كيسير بغينا حنايا حضوري وما يمكنناش نختلفوا معاهم، لان الجمع عند الرجاء كيكون حضوري كيكون اكثر نقاش اكثر ديمقراطيه اكثر شفافيه. وحتى هذا القرار الالغاء هذا ما كيمشي حتى مع طريقه الاستدعاء، خاصه ان الساده المنخرطين كلهم توصلوا بالاستدعاء من اجل الحضور جميعا عن طريق الفيديو كونفرنس. دابا انا نحيد القبعه ديال رجل القانون وغندير القبعه ديال المرشح، حنا ما عندناش مشكل، هذا قرار ديال السيد الرئيس وديال المكتب، المكتب المديري كيتحمل المسؤوليه في هذا القرار هذا، ما عندناش مشكل، حنا مواصلين البرنامج ديالنا، مأمنين بالاخوان الزملاء اعضاء اللائحه، مأمنين بالبرنامج ديالنا، مأمنين بالمشروع ديالنا، مأمنين بالقدرات ديالنا، وغنكملوا طريقنا كيف ما كان هذا الجمع العام ومهما كان نقصوا. اذا كندوزو للنقطة الأهم اللي الحوار كيعتمد عليها هي الوضعية المالية، يعني بعد الابتعاث الغير مسبقة للخزينة المالية للفريق لا بالفعل المهاجم الكونغولي بين مارونو وشكوى 3 مليار و500 للمهاجم سفيان الرحيمي 3 مليار، وأيضا الفوز بلقب كأس العربي دوري الأبطال العرب، يعني ابتعثت الخزينة المالية ولا شك يعني الرئيس المقبل غير حاول يتصرف فيها بشكل يعني مريح مقارنة بالفترات السابقة. يعني هو السي أنيس مكحول، هل لديكم رؤية شاملة على الوضعية المالية للفريق؟ هذه المداخل تحقق مداخل استثنائية، والحمد لله تعتبر نتيجة عمل 3 سنوات. اوكي، سي سوفيا الرحيمي جا رجا فاش بدينا في 2018، بما لونكوجا في 2019، الكأس العرب تبدات في 2019. اذا المستفيد من هذه الابتعاشة هو نادي رجاء الرياضي، ماشي من الاشخاص اللي كانوا وراه، باش ما نشخصوش حتى لا تتم شخصنه العمل. حنا في واحد المؤسسه وهذه المؤسسه شاده الطريق ديالها، المهم هو ان نادي رجاء الرياضي تعاشى، وهذه المداخل ساهمت نسبيا في حد من ازمه السيوله الماليه. قلت لي السؤال ديالك سي اسامه على ان هذه المبالغ غادي يستافد منها الرئيس المقبل ولا المكتب المقبل، انا كنقول لك بان على حسب المعطيات اللي عندي واللي عندي في الجميع المخاطر المعطيات عامه، على ان المبالغ متعلقه بتفويت حقوق بما لونكوس وفي الرحيم تم استهلاكها بصفه نهائيه. قال النقطه ديال المداخيل ديال الكاس عندي واحد الزايد نصر الله ديال الكاس العرب الابطال على حسب ما يقال عن ما يروج، خاصة في وسائل الإعلام الوطني المهتمين بالشأن الرجوي، على أن الجامعة الملكية المغربية حولات المبلغ، هو الآن بين يدي المكتب المديري الحالي اللي هو قانونيا عنده الحق أنه يتصرف به. تمام، ما نقدرش نقول لك أجوردي واش اليوم غادي يتصرف فيها ولا ما غاديش يتصرف فيها، ما نقدرش، ما عنديش معطيات،
واش ما توصلتوش التقرير المالي لحد الان؟ لم يتم نشر اي تقرير مالي مرتبط في السنه الماليه ديال 2020 2021. اذا كيفاش تكون هذه المقاييس الماليه اللي في الاوضاع تشوفوا في البرنامج؟ لا بد يعني من التقرير المالي، الرؤيه الماليه بناء على التجربه اللي عشناها، حيت في لقاءات مع السنه المخالطه اللي درنا نهار الجمعه والسبت اللي فات، وضعنا مع الزملاء اعضاء اللائحه، وضعنا مشروع ميزانيه يعتمد على ما عشناه في المكان في المكتب السابق، ويعتمد على مجموعه من التصورات اهمها ان الجمهور ان شاء الله يرجع نسبيا ابتداء الى كتب الله، ومشينا مزيان حنا الحمد لله غادي مزيان في الحملات التلقيحيه، وكاين مؤشرات على ان غيكون حتى من ناحيه التمرس غتكون حضور الى غير ذلك، فهناك مؤشرات تمنى الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيء يمشي في الاطار ويتم واحد الرجوع نسبي للجمهور كما هو الشان بالنسبه للجميع بلدان العالم. اذا وضعنا هذا المشروع بناء على ما عندنا من المعلومات، وبناء على المعطيات العامه اللي كبدوا بها الرجل من الناحيه الماليه. يقال انه شفت السي رشيد الاندلسي الرئيس الحالي اتصل بالسي انيس محفوظ لا السي رضوان الرامي لا جمال خلفاوي، اعطاهم واحد الرؤيه يعني ماشي رسميه ولكن اخذ عليها شيء يعني بالفعل. انا كما كتعرف كنحاول ما امكن نكون قانونيين ورسميين في المعامله. ارسلت رساله للسيد الرئيس، طلبت منه يعطينا التصور الوضعيه الماليه بالتقارير الماليه والتصور كيفاش الفلوس غتصرف. فالله يكون في العون السيد الرئيس بطبيعه الحال مع الاشغال ديالو والانشغالات وكل داك الشيء، فاتصل بيا وعطاني التصور ديالو وطلب مني انني ندير رساله اللي كيغيزيو ذاك اللقاء المكالمه الهاتفيه اللي دارت بيناتنا، وهي الرساله اللي بعثتها له. بطبيعه الحال بما ان الاستاذ المخرجين كانوا ديستيناتير كانوا موجه لهم هذاك الكتاب الاول ديالي، فتم اتفاقا ان طلبت منه انني نوجه ايضا المخرجين باش تكون معلومه عامه، حتى مساله الشفافه الديمقراطيه ما لا نمس بشرف ولا بكرامه اي شخص. الحمد لله كل ما تعاقب على رئاستنا ولا سيما درجه عليا ديال الناس شرفاء الناس في واحد المستوى العالي، دونك ما كاينش مشكل. اذا التصور ديال السي الرئيس هو ان غادي يتم صرف جميع المبالغ وغيبقى هناك دين اللي محدد تقريبا في حوالي 6 مليون ديال الدرهم. اذا الجمهور غادي يتخوف من كلمه الازمه، واش غتبقى الازمه؟ هذا هو السؤال. دابا حاليا ما كنتش نقول لك بالضبط واش غتبقى الازمه ولا لا. الاكيد هو ان الوضعيه الماليه هي في احسن بكثير مما كنا عليه. الاكيد هو ان ازمه كورونا هلكتنا بكل ما في الكلمه من معنى، وهلكت المنظومه العالميه الاقتصاديه لا من الشركات ولا من دول ولا مؤسسات الى غير ذلك. المؤكد هو ان التسويره الماليه ساهمت وستساهم لا محاله في اداء مجموعه من الديون، ولكن رغم ذلك العبء ديال الدين المتراكم هاد المداخيل ما قدرتش انها تمص هاد الدين كامل، دوك غادي يبقى الدين. التحدي هو كيفاش بالمداخيل المكمله انك تأدي الالتزامات ديالك الآنية، وفي نفس الوقت تساهم في خفض نوعا ما التكاليف ديال الشرط ديال الاكسبلوطاسيون، تكاليف الاستغلال باش تحولها من اجل لابسوربسيون ديال داك لاديت. ما خصناش نخافوا من لاديت، ما خصناش نخافوا من لاديت من كلمة الدين، لأن العالم بأسره يعتمد على الدين، العالم كله كيدور في الدين. الدين أصلا كيتباع في البورصة وكيتباع في المؤسسات العالمية. اللي خصنا نكون التحدي هو تكون السيولة المالية لا تريزوري باش الإنسان يواكب داك الأشهر بدون عناء. أنا نشوف السيولة المالية هذا سؤال يعني الرجوين يقول لك يعني بدون لغة خشب ولا دبلوماسية علاش الرجاء في السنوات الأخيرة رغم المداخيل كم أوصل لو كلمة ثانية؟ شوف الرجاء ماشي فريق عادي، ماشي فريق صغير. الرجاء كيدور تقريبا 100 مليون ديال الدرهم في العام 10 مرات، هذا هو البيدجي ديال سميتو. فهاد البيدجي هذا المستحقات العينين والاجور تمثل تقريبا ما بين 55 و 60%.
ما تبقى هنا المصاريف المتعلقة بالنادي من الموردين الفورنيسور الطيارات الفنادق إلى غير ذلك المستخدمين إلى غير ذلك. إذا هذاك 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 السيولة اللي كتنزل أهمها كتمشي في حتى مستحقات اللاعبين وكتمشي في أهم الموارد، ولكن ستركتوريلمون هيكليا الميزانية ديال النادي في المغرب تعتمد على واحد لي ترو كومبوزون اللي هو الجمهور مداخل الملعب اللي هي سبونسورين واللي هي منح الأوقاف. الكرة فيها ثلاثة المداخل ولا زدتي الرابعة اللي كتبيع اللعابة كنا غادي مزيان إلى غاية مارس 2020 كنا غادي مزيان كنا طالعين واحد العقبة غادي كنقصوا الديريكسيون باش نكونوا مسؤولين هذه هي انا يعني الازمه جايه نتا هي وليده ديال واحد الفتره سابقه هناك تعاقمات ما حنا نشوفوا قدام جينا وخينا داك التعاقم تمام وداك التعاقمات جاو الاخوان الرؤساء والقوم ماشي مشكل الانسان كيدخل كياخذ العيب وكيزيد القدام وكيتحمل بالشجاعه وكيزيد القدام لان حنا كلنا قصار اي واحد فينا دار خطا ما يمكنش نرجع نبقى نضرب في داك اللي دار الخطا دار الخطا ودارها فوات لان حنا انسان اذا خصنا نشدو داك الخطا ولا داك الهفوه الغير مقصوده لان انا لا اضر واجزم على ان ما كاينش مسير كيدخل راجل سير باش يضرب فقط ولا باش يدير خطا امبوسيبل كيكون واحد الوضعيه كيكون واحد المسار اللي كتشوف عليك واحد القرارات اللي كتنجم عليها هفوات وهادشي عادي كنعيشو في الوسط ديالنا كنعيشو في العمل ديالنا كنعيشو في حياتنا. إذا الهدف هو أننا نمشيو مجموعية ونزيدو نصحو ونزيدو الإنسان يستعشر ونمشيو لقدام باش يبعد على هاد الوضعية هادي. إذا الآن حديث الشارع الراجا هو القاسم الإثنين يعني دابا يعني هناك من يقول على أن الراجا حاليا خاصة فلوس خاصة مشكلة اللي غيجي يدي انتدابات يدي أرقام في أفراد قلت لا يعني الراجا حاليا خاصة أن موديل يدير اللوطو في المنصور حتى يموت السين. سي أنيس محفوظ عامل انا ضد الفكره كل انا ضد مبدا ونظريه المشروع علاش لان باش نكونوا واقعيين الانسان الطبيعي الشخص بحالي بحالك اللي اولا خصو تكون عنده حسنيه ماليه كبير اللي انا كنقول لك الرجاء كدور حاليا 100 مليون ديال الدرهم ما يمكنش ان شخص المغرب لا كان ومرحبا به ما عندهاش مشكل انه يجي ويطلع واحد 50 ل 60 مليون ديال الدرهم باش يوفق الدور اولا. ثانيا اي شخص كنهضروا من دور نظري اي شخص في العالم كيجي غيوضع المبالغ ديالو في واحد المؤسسه غادي يوضعها باش يستثمر. ما يمكنش ان انا ما يدخلش عقلي على الانسان غادي يجيب كما قال لك غادي نحط واحد 30 ولا 40 مليون ديال الدرهم وغادي نخرج بها بناقص 30 ولا 40 مليون. هذه نقطه مهمه لان خص الجمهور الرجاوي يعرف كيف كان يعني كي انفيسيس ما غاديش يحط الفلوس هذا راه يجينا عندي كاشفير كان ما يمكنش مبدا المال الاعمال حيت غير ما ان احنا جمعيه رياضيه ولكن كاين ارباح اوكي مبدا المال الاعمال ان الانسان كيستثمر فلوسه باش من ديك الفلوس يخرج الربح. هذا هو المنطق ديال اللي يعيش به العالم حاليا هذا هو المنطق الراسمالي المغرب. الا الانسان مثلا عنده ربيل عنده واحد الفائض كبير وكيجي كيلوحوا في الفرقه ولا كيلوحوا في النادي اذا هذا رقم الفائض الكبير اللي كنقول انه مشكل هنا في هذا الفرق يقول لا مشكل راه يمكن يقدر يبيع الفرقه وعندنا كاين تجارب سابقه ليش فراجا انه مشكل راه يقدر ما يكملش في الطريق. دابا حنا شوف حنا نساو الماضي ما نشخصوا ما تكونش شخصانه نشوفوا المبادئ يكون حوار فكري بناء على استراتيجيه مستقبليه. واش نادي الرجاء الرياضي هو نادي ديال تمويل شخصي من طرف شخص واحد ولا شخصين ولا مكتب مديري ولا نادي بالهيكل المالي؟ حنا بالنسبه لنا في اللائحه وهذا هو الراي السائد على ان نادي الرجاء الرياضي من نهار تخلق في 49 هو يعتمد على مداخله الخاصه يعتمد على ركائز اللي هو السمعه ديالو يعتمد على اللعب ديالو اللي كيعطيو له الالقاب. السمعه تنتج العلاقات الاستثماريه المتينه مع المستثمرين ومع المؤسسات ومع الممولين. اللعب ديالو ينتج الالقاب
الهوية الكروية ديالو ولا ديالو ينتج القدر. إذا كتشوف حتى المبادئ عندها أثر مالي واقعي، ما كنهضرش في الأبسطخي، ما كنهضرش في النظري. ثالثا التكوين ينتج لاعبين اللي تقدر تبيعهم واللي تقدر يدخلوا في التصور. هذا هو التصور. أنا كنظن والتجارب اللي عشناها الحمد لله على أن نادي الرجاء الرياضي يجب أن يعتمد على مبدأ هيكلة مالية، وأن ذاك الأموال كتصرف بذكاء وبحنكة. باش ناخذ غير كيفاش عشنا في إطار الجهة المؤقتة وفي إطار مكتب المدير مع السي فوزان السي زيد، ما كانتش مداخل بحال مداخل كيما دابا، ولكن هيكلنا ومشينا في تخفيض الدين. كان الدين ديال الصبلات ديك الساعة فاش بدينا كان تقريبا إلا ما خدمتش الذاكرة تقريبا واحد 110 مليون ديال الدرهم دين مستحق، وفي سنة هبطنا ل 50 مليون ديال الدرهم. باش عندي واحد شوية سيولة مالية، أدينا اللاعبين، نقصنا من الكتلة ديال الأجور، كان الغيزيات مع مجموعة اللاعبين، كانت هناك هيكلة رياضية، جبنا لاعبين أكفاء بقيمة رياضية وقيمة مالية، وحتى الموردين اللي كيتسالوا، اللي كيتسال 3 مليون عطينا مليون، واللي كيتسال 500,000 درهم عطينا 200,000 درهم. دونك هادشي بواحد السيولة قليلة استطعنا اون كومبريسي لا دات. دابا السي أنيس محفوظ ضد مبدا المشكلة جملة وتفصيلا. إذا مع المخطط ديالكم إلا غيكون لهاد الفريق عندو دي شارج انتدابات يعني أجور اللاعبين، أشنو غتهتموا في المداخل؟ نحاولوا نقموا المداخل اللي غتدخل راجع. كاين في المشروع الميزانية، وعطينا مشروع ميزانية مفصل بالمبالغ، وحددنا تقريبا ما تبقى من فترة شو تنبه، حيت كان جمع في 14 ولا 17 من شو تنبه في نهاية الموسم 30 جمعة تقريبا واحد 90 مليون ديال الدرهم. شنو فيها؟ فيها أولا أهم لي روبريك، أهم لي بوست، فيها تقريبا واحد ما بين 15 مليون 18 مليون ديال الدرهم اللي مرتبط بداخل الملعب، في تصور أن الملعب إن شاء الله يفتتح والجمهور يرجع، وهنا فيها ما هو بيدخل ما هو التذاكر وما مرتبط مداخل الملعب. انا كنظن على ان كاين واحد ان بوتونسيال كبير في جلبات الملعب اللي لي برودوي، حيت ما تنساش ان الرجاء حاليا كاين جوج قلبوا ان برودوي اوفيسيال. انا ملي كنمشي نشري مثلا توني وليداتي ولا العائله ديالي كندخل، فاش كنا كندخل كنمشيو للمحل ديال ليجيا قبل فصل العقد ديالنا، غير فوجئت بالطلبات ديال اللاعبين ديال الجمهور اللي كيجي كيقول لك خفيت داك التوني الكحل اللي صافروا به المسح داك التوني الجديد الكحل. دونك هناك طلب. اذا المونت فاسون يعني باش نديرو مع هناك حلول بلا ما نمشيو للقطاع. هادوك اللي دايرين في الملعب يجوا يكونوا مشاركين، يكونوا هما دي ريبريزونتون اوفيسيال ديال الراجا، فعاد ما يمشي يشري من لا كونتروفاسيون ولا يمشي لواحد المصنع سري ولا غير ذلك، يجي الراجل حنا نبيعو ليه ويبيع البرودوي اوفيسيال ديال الراجل. وهذوك الناس اللي المجموع اللي غيجي ما ياخذش غير برودوي مزور، ياخذ برودوي اوفيسيال وبثمن معقول، غنديرو دي كاتيجوري ديال لي برودوي. وفي نفس الوقت الاخوان البائعين اللي بطبيعه الحال في السبت والحد والماتشات تكون واحد الحركه تجاريه ينتميو لأسرة الراجا وغيساهموا في المداخل. إذا المداخل الملعب خصنا ننميوها وتكون مبنيه على أساس الثقة. هذا الركيزة الأولى. الركيزة الثانية سبونسورينغ، مستشفين، يجب الرفع من المستشفين. وحنا في التصور ديالنا دابا تقريبا واحد البيجي ديال 25 مليون ديال الدرهم في هذه السنة المالية. مستشفين بتجربة، ماشي كيقول لك لأن اليوم كاين مستشفين واجدين وغنوقعوا معاهم. تجربة المستشفين عز الأزمة كيبغيو لا ستابيليتي، لا ستابيليتي ستركتوريل، لا ستابيليتي انستيتيوشنيل، ما كيبغيوش الشوشرة لأن الاسم ديالو يرتبط بالمؤسسة. ونذكرك على أن مثلا دياك سلف وقعوا معنا في عقد استشهاري مهم في عز كورونا. هذا مؤشر على أن المؤسسات المالية والمؤسسات كبار المؤسسات المغربية سواء العمومية ولا الخاصة
عند هاد الثقافه ديال راجل يدور على العلامه في العلامه في البرودوي في لابورتوريتي في السمعه ديال الراجل. هذا هذا الشق الثالث. الشق الرابع هما لي مانيبولاسيون، هما عوائد الالقاب. خصنا ولا بدا نمشيو لابعد حد في المنافسه على الالقاب، واللي حددنا تقريبا واحد ما بين 15 و 18 مليون ديال الدرهم. وعند طبيعه الحال كاين عوائد اخرى مرتبطه يعني بالاعانات والمساهمات الى غير ذلك. اذا هذا هو البيدج تقريبا اهم لي بوست ديالنا. بالنسبه للسوين شنو الجديد ديالو؟ واش راك تو مخصوصين دخل فلوس الراجعه؟ ما الجديد هذيك الهيبه الملكيه اللي دابا مركز التكوين؟ هناك شقين، هناك مركز التكوين الوزيز اللي تم الترميم ديالو، اعاده الاحياء ديالو في المكتب المديري اللي اشتغلنا فيه، وطلب واحد المبالغ استثماريه مهمه. وكنشكر جميع الاخوان اللي ساهموا في اعاده احياء المعلم التاريخي ديال النادي الرجاء الرياضي، اللي خرجات لاعبين اللي هما اطر وطنيه، واللي خرجت لاعبين اللي هما حاليا يشكلون رمز النادي الرجاء على المستوى الافريقي. خرجت بانور، خرجت زكريا عبور، خرجت سمح لي ما نذكرش كلشي، ولكن هاد الفتره الاخرى خرجت مطيب، خرجت المتولي، خرجت هاد اللعيبه كلهم خرجوا تما. هاد المركز التكوين يجب التكوين ديال الوزيز، يجب اعاده النظر الاشتغال ديالو. انا كنظن على حسب التجربه ديالي انه في غياب اداره رياضيه وفي غياب اداره ديال التكوين بصفة عامة، أنا الاتجاه ديالي كما بين مدير الرياضي والمدير التقني، أنا كنفضل الإدارة التقنية اللي كيكون عندها عين على الفريق الأول والفريق ديال الأعمال، وكتكون مهتمة حتى بلي كاتيغوري بلي شو. إذا في غياب الإدارة التقنية وفي غياب المديرية ديال التكوين، ما يمكنش نخرجوا لعيبة، ما يمكنش. خصوصا تنظيم الفرق اللي خلفه سي جمال، تعبد سي جمال شكل خساره النادي الرجاء الرياضي بطبيعه الحال. اهم استحقاقات، اهم ما انجزها في الرجاء حاليا، ساهم في سي جمال. كنحيي هذا المنبر هذا، وانا سي جمال رجوي غيبقى رجوي، ما عمره ما غيدخل علينا بطبيعه الحال بالنصح ديالو، بالمشروع ديالو، بالتوجهات ديالو. وكنتمنى التوفيق في المهام ديالو في الجامعه. اذا هذا مركز التكوين، شوف راه بحال القسم، ما يمكنش تدخل القسم وانت ما عندكش الاستاذ، اش غتبقى؟ اش غتعطي؟ ما يمكنش تخرج. دونك خصنا نهيكلو رياضيا هذا المركز التكوين. وثانيا كاين الهبه المولويه الثانيه اللي هي اكاديميه نادي الرجاء الرياضي، واللي دعم علينا صاحب الجلاله بها، الله ينصرو ويخليه لنا، اللي بطبيعه الحال تشكل معلمه، تشكل واحد الحدث فريد في المغرب وفي افريقيا، واللي تيخسر القوام ديالها. كيفاش غتوضح باش تجيب اموال للرجاء؟ انا كنظن على ان ديجا في الميزانيه، مشروع الميزانيه درنا واحد 5 مليون ديال الدرهم من اجل بدايه العمل فيها في الاكاديمي. ان الاكاديمي جينيرالمون تورن اونتخ 8 و 10 مليون ديال الدرهم، ما بين 8 و 10 مليون ديال الدرهم باش تكون اكاديميه حديثه. هناك مجموعه من المقاولات اللي كتكون مهتمه بالتكوين وبلي جون، فخص هناك مفاوضات وخصنا نقلبوا، وكيكون حتى شراكات دوليه. مثلا كنعرفوا على ان الجامعات الدوليه بصفه عامه تمول مراكز التكوين، وهذه التجربه مثلا اشتغلت عليها في اطار مهني مع جامعه دوليه في واحد الميدان الرياضي اللي خلقت واحد مركز التكوين تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه. وحتى كنعرفوا على الكافو فيفا عندهم برامج تمويليه ديال مراكز التكوين. دونك خصنا نمشيو نقلبوا على هذا الشيء. اذا من خلال الكلام ديالك انك غتعتمد على التكوين اللي غيحاولوش به، يعني شحال من اللعابه غتبدلش به كل سنه؟ ما نقدرش نقول لك. لا، التكوين خيار استراتيجي للنادي الرجاء الرياضي. بالتكوين ودينا كاس اخر كاس العصبه. الى رجعنا ديال لارج هنا الفقره اللي لعبات ضد الترجي، شكون كان في كان ما كانش فيه اجنبي، كان جريدو، كان عبو، كان طلال القرقوري، كان السراج، كان ارمومن، هادو كلهم خرجوا من المدرسه. من الى رجعنا لهاديك الصوره راه كاينه في الانترنت في لي زارشيف، نشوفوا هذيك الصوره وحطوها بين عينينا وتكون هي المنهج ديالنا.
ولكن باش نقول لك شحال غادي تقدر نبيعوا لهم باش هذا من هذا سابق الاول اذا الجمهور ما جاش. لا لا باش نجاوبك اي لاعب جاء عنده دوز الموهبه الكرويه ديالو وساعد فرق رياضي وجا فيه عرض خيالي ومحترم ما غاديش نفكر باش نبيعو خصو يتباع. هادو علاش؟ اولا لان حنا كنديرو الصناعه الكرويه سي تا موديل بيزنس، لان ثاني الرجاء في الهويه ديالها الثقافيه ما كتوقفش ضد الحلم ديال اي لاعب، كيما اللاعب كيجي وكينتمي وكيصبر وكيسمح في الفلوس خصك انت ما توقفش ليه في الرزق ديالو، كيجي يدوز الوقت ديالو كيعبر على الحب ديالو كيساهم في نماء الفريق، ولكن امون دوني خصو يمشي يحترف لان عنده تا هو الاهداف ديالو الشخصيه. اذا الجمهور ما كيفهمش هذا كيقول لك الجمهور انا غادي ندير ليك شويه ما مصنتي لاباس، خصوصا ان الرجاء كيحاول يقلب على من يجيب فلوس، كاين بغيت من يجيب فلوس مثلا في اخر السنه خاص الرجاء يطلع البوليون، نتكلموا على كاس العرب في البطوله واهم من ذلك دوري ابطال افريقيا، الرجاء خاص يوصل كل سنه للشامبيونز ليغ ويدي شامبيونز ليغ، حنا كنتكلموا على الموديل ديال الاهلي والزمالك اللي هذا واقع هو هي سنوات ضوئيه في المجال خصوصا في الاسوسياسيون فرونسيان. كيفاش غادي نوصلوا لهذا الموديل هذا وحنا مثلا كنديروا ممكن يدوا لنا لاعبين اليوم؟ دابا شوف باش نحلوا واحد الواقع حالي خاص نرجعوا للسببات ديالي. علاش الاهلي الان عند السياده الكرويه في افريقيا؟ لانه خسروا في 2004 وكانت عندهم خسارات مدويه وشدوا داك الشيء كلشي عجنوه وعاودوه من الاول وانت بداو كيصعدوا على على افريقيا. كان الزمالك فاتش الاهلي في 2004 دارت 2006 2008 دارت 2009 دونك بدات لان كانت انسان صبر وعاود داكشي كلشي عاودوا من الاول وعجنوا من الاول وعاود مشى بناء على الطريق الصح. راه ما يمكنش ان اليوم تقول غادي ندير الالقاب الا ما كنتيش انت اصلا عندك مقومات باش دير الالقاب. اوكي اذا خصنا بحال العمارات بحال ان غراتيال ناطح على السحاب ما يمكنش تبني 100 ايطاج الا اساس عندك خالي. خصنا الانسان حنا ما عندناش مشكل الا كتب الله ولا الحال شحات وكنا حنا نقولوا اننا نصبروا باش نبنيو الساس باش من دابا 10 سنين الراجل تكون عند الرياضه الافريقيه ما عندناش مشكل. حنا غنصبروا على هذا الشيء. هذا هو الهدف ديالنا. حنا ما جيناش باش نقولوا حنا جينا من دابا عام نكونوا الالقاب. حنا جينا باش نبنيو وغادي نصبروا باش نبنيو. وهذاك الكوميتي الجاي ولا الهيئه السينجيه من دابا 6 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين حصدات الثمار ديالنا ما كاينش مشكل. علاش؟ حيت حنا كنبنيو القدام وعندنا واحد الهدف استراتيجي وعندنا راجل تكون عندها رياده عالميه. اذا تحقيق الالقاب العالميه كيخصو العمل كيخصو الساس. هذا الساس خصو يتعاود يتبنى من جديد. علاش غنقص على صاحبي السي انيس النقطه اللي حاول فلان مثلا دوري ابطال افريقيا كيديك كاس العالم الانديه، كاس العالم الانديه تبارك الله الفلوس كثير راه كتدخل على الانديه في النقطه هذه باش كيفوتوهم، مثلا كاس العالم الانديه راه دخل الرجاء في 2018 اموال كثيره، انا علاش كنقول لك الالقاب مساله مهمه وكنطلب امتدادات. شوف انا الكلام ديالي ما كيقول حتى حنا كنهدفوا الالقاب وكنهدفوا الالقاب الافريقيه والعالميه، ولكن ما يمكنش خصنا نكونوا واقعيين، ما خصناش نحلموا، ما خصناش نحلموا على الجمهور. ما كنتش نقول لك اليوم راني غادي نجي وغنمشي عندي كاس تشامبيونز ليغ في الخط العام. ما نقدرش نضمنها، غادي نكون كنكذب على راسي ونكذب على الجمهور. والجمهور الحمد لله كيعرفني على ان حنا ناس صادقين. حنا كنقولوا الحقيقه وكنقولوا الناس صادقين باش تكون واحد ميثاق شرف واحد امباكت ما بين المرشح ما بين الجمهور. انا في المنظور ديالي حاليا صعيب ان ندو كاس تشامبيونز ليغ لان ما نحضرش لها. يمكن نوصل خصنا نمشيو ابعد ونقدروا اون كوب دو غوت دي زاجوستمون يوقعوا ولكن خصنا نرفعوا في المستوى اكثر. كتشوف انت هذيك المره في نصف نهائي ضد الزمالك كنظن ان كانت عندنا مقومات. دولة كوفيد دوري الكوفيد مثلا الزمالك غتدخل دونور ممكن الجمهور ما يتفرجش اكيد كان خصنا نزيدو نطمحو اكثر باش نزيدو في المستوى حيت شوف داكشي راه سي سونتيفيك راه علمي راه سو سون دي بالي عندك مستويات
باش تدوز للطبق الثاني خصك تدوز على الطبق الاول، باش تدوز للطبق الثاني خصك تدوز على الطبق الاول والثاني. ليس الدار شحال ابا جوستو شتي لحد مزيان ورضات الوالدين مزيانه ورضات الله سبحانه وتعالى واقف معنا والبركه، ولكن خصنا يكون مبدا اولاد هو الهيكل اليوم مبدا العلم اللي خصنا نمشيو له. اذا الوضعيه الماليه واضحه تصور الوضعيه الهيكليه يمكن جمع مؤخرا بالساده المنخرطين برنامج الفريق، يعني كيفاش كان التجاوب معكم؟ كيفاش وضحتوا لهم الفكره؟ الو بنينا يعني المال كليه باش تدوزوا للرئاسه مغير المسائل الماليه والمسائل الرياضيه كاين واحد العنصر مهم باش نختم على القضيه ديال البرنامج اللي هو اداره النادي الرجعي. الاداره يجب اعاده هيكلها بعناصر كفاءه من بشريه كفاءه وباقسام ولا مديريات مستقله، المديريه الماليه انجاكسيون فيونسيير، المديريه التجاريه دو ماركتينغ انجاكسيون كوميرسيال ماركتينغ، ومدير عام اللي يقدر اللي تكون عنده واحد الاداره ويكون عنده واحد الباك جراوند واحد التجربه كبيره. اذا هادو حيت الا ما كانتش اداره رياضيه تقنيه وما كانتش هيكله ماليه وكانتش اداره اللي غادي تفعل هذه المبادئ فما يمكنناش نزيدو قدام. دونك هادو هما التالوت ديال المشروع الهيكلي اللي كنذكرو. فبالفعل حاولنا نقدمو لقاء موسع مع جميع السيدات في صدر المنخرطين وطلبنا التصاريح، طلبنا التراخيص، لأسف جات مع الفترة ديال الانتخابات السحاب الانتخابية اللي عرفاتو بلادنا. ففي الأخير قسمنا درنا 6 حصص ديال 25 منخرط في حدود المسموح بها قانونيا وفي احترام تام للتدابير الاحترازية. الحمد لله تجاوبوا تقريبا أكثر من 51 منخرط. كان تحت تصور، كان عرض البرنامج. أنا كنت سعيد مع الإخوان الزملاء المرافقين في فريق الاعمال والمرشحين معنا في اللائحه بالمردود ديال المنخرطين. كان تجاوب كبير خاصه فيما يخص الجانب المالي والرياضي اللي هو المهم في النادي الرجاء الرياضي. كنا جد سعداء بالتجربه هذه. تلقينا مجموعه من 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 التعاليق ومن الافكار اللي زدنا طورنا بها البرنامج العام. الجماعه تطالب بتخصيص البرنامج ديالكم واش الخراط في احد اهم النقط ديال البرنامج هو قررنا اننا نعرضوا جميع العام اننا خلقوا ان جروب دو ترافاي استراتيجيك ان تينك توك ما بين المنخرطين والمكتب المديري والمجلس الاستشاري الرؤساء السابقين ديالنا، لان طبيعه التصور ديالهم للرجاء مهم وهما كيشتغلوا من ناحيه من ناحية الاستشارية والدخول في المنخرطين والمنخرطين والمكتب المديري والمجلس الاستشاري باش يكون ان جروب دو ترافاي واحد المجموعة ديال العمل اللي تفكر بخصوص مستقبل الخراط النادي الرجاء الرياضي. واش مستقبل الخراط النادي الرجاء الرياضي هو الموديل المصري اللي ناجح، الموديل ديال الزمالك والاهلي اللي هو اكثر من اجتماعي ثقافي مما هو رياضي، ولا الموديل الاسباني اللي هما الموديلات القرار؟ ما يمكنش تشوف شي موديل امريكي خارج عن الفكر ديالنا. تغيير الموديل فاش انتو غادي تمشيو مع شي فريق فرنسي هو اليوم ماشي في العهد ديالنا كنظن هناك مجموعه من الاتفاقيات الشباب الموديل الفرنسي بوحدو، حيت الموديل الفرنسي يعتمد على الشركه الرياضيه وتقريبا حتى الجمعيه ما بقاتش، في حين ان في الاهلي هناك نظام جمعوي وهناك ايضا الشركات المتخصصه. دونك الموديلين اللي قراب بزاف لينا في المنظومه المغربيه هو الاسباني مع لي سوسيو ولا المصري. حاليا ما نقدرش نقول لك بان حنا ننتجوا هذا بعدا، خص كلشي يفكر في هذا لان هذا محور استراتيجي. ديروا جميع نزول الفولي ديال الكومينيكاسيون للاشاره السي انيس محفوظ رهيب في التواصل، يعني هذا رائع. يعني كنحتارمو حتى المرشح الرئاسي لا سيروان رامي لا جمال خلفاوي، كما كنقولوا غنخسروا الحلقات في الايام المقبله. كيفاش كتصوروا الفولي ديال الكومينيكاسيون خصوصا الجمهور باغي يعرف كل كبيره وصغيره على الفريق؟ هذا يحيل لنا واحد الموضوع مهم الذي يشكل خطر على الدرجه الرياضيه وهو خير جسدها اللي هو الشائعه بالتجربه
من الصباح حتى الليل الشائعه اخرها هو ان كان واحد كنا جلس مع شي ساده رؤساء شي وقع خلاف وقع نشد خلاف وصداع ممكن شي شيء الحمد لله المسؤولين الحاليين والسابقين المنخرطين يتحلون بواحد المسؤوليه لدرجه كبيره ديال المسؤوليه وديال الشرف وديال المعقول ووجد بما كل فيه من المعنى. انا منخرط انا مرشح جلس مع من بغيت وما نجلسش مع من بغيت. اذا الانسان خصو يخرج من هذا الاطار هذا. حنا في فتره انتخابيه كنناقشوا بعضياتنا المصير الرجاء. اذا باش نحاربوا هذه الشائعات وهذه الاقاويل الخاويه يجب مأسسة التواصل. شو عبر ماذا؟ اولا القنوات العاديه اللي هو الفرق الرسمي وليزو سوسيو لاباج لي باج اوفيسيال ونقولوا داكشي المعاش الواقع المعاش نقولوا. ثانيا نهدفوا في البرنامج ديالنا على ان كل اسبوع يكون ان بوان دو بريس اللي يجي الرئيس ولا يجي الناطق الرسمي ولا يجي المدرب ولا يجي اللاعب ولا اي واحد عنده مشكل في الرجاء يجي يقول لهم مجموعه باش نهيو بناء اهرام بناء على الشائعات. ثالثا في البرنامج ديالنا التواصل مع الساده المخالطين برنامج الفريق اللي هما لا فورس فيف ديال الرجاء هي القوه الحيه ديال الرجاء واللي انا افتخر بانتماء اليها. الرجاء ما كاينش رجاء بدون جمهور وبدون منخرطين. الحمد لله المنخرطين المسيرين كيطلعوا منخرطين وهذا فخر لي. قررنا ان يكون لقاء تواصلنا على الاقل جوج ثلاث مرات في العام. الا كانت شي حاجه خطيره استراتيجيه خصو نجيو نناقشوها. كان مسائل ديال التواصل والاوضاعيه الماليه في نفس السنه نتواصلوا ونناقشوا عليها. كان غتكون هيكل على المستوية نقول على هذا الخصوص خصو الجمهور هنا عندي تساؤل لا الفيسبوك لا الانستغرام لا اليوتيوب. هادي سير ما غير معقول ان هذه الرجعه هذه ما عندوش نسيت اوفيسيال هذه 4 سنين ولا 3 سنين كانت محاولات وقفت. هذه يعتبر من الاهداف الاوليه في 3 شهور زعما السيت ويب باقي يطلع في سيمانه في 3 شهور يكون عندنا سيت ويب يواكب ويدخل فلوس ويدخل فلوس لانه مرآه ماركتينغ لي ريزو سوسيو خص لاباج ترجع داكشي اللي كنا خدامين عليه تكون اون باج اوفيسيال او سونس فغي دو تيرم اوفيسيال ماشي ديال سميتو خص اعاده هيكله المنظور ديال التواصل عبر لاباج اوفيسيال سي امبورطون على لاباج اوفيسيال تكون مرآه مؤسساتيه ديال النادي. واخيرا دائما في البرنامج اقترحنا حنا الاخوان في المرشحين في اللائحه ديالنا على ان نديروا اطار للجمهور يدخل الوزير ويسال الرئيس. حنا ما عندناش مشكل انا شخصيا ما عنديش مشكل علاش انا الزقه يوميا الجمهور كيسولني علاش اسيدي ما تستقبلوش في الرجاء في الوزير فواحد الاطار منظم واحد 10 ولا 15 هذه جمهور الرجاء غتعيش في هذه النقطه ويجي انسان من خارج المغرب من داخل من خارج المدن يجي من وجده من كرصيف شحال رجاوي ما كيعيش في الدار البيضاء الهدف ديالو يدخل للوزيس ويشوف اللعابه كيترينيو اسيدي مرحبا به هذا النادي هذا ديال الجميع قررنا نخصصو في اطار مهيكل منظم باش ما تكونش فوضى والحمد لله ديال الرجاوي منظمين فهمتي زعما ما عندي حتى شي شك اننا نديرو واحد الوسيله ديال التواصل ويتقيدوا واحد 15 و20 ناس بروميي فوني بروميي سيرفي ونعطيو سميتو يدخلوا للوزيس ونخصص لهم انا شخصيا الا كنت رئيس ولا اعضاء المكتب ساعتين ثلاثه السوايع نجاوبوا على التساؤلات ديالهم الا كانت لونطريمون يدخلوا يشوفوا اللعابه ياخذوا التذكار ويخرجوا بحالهم اللي يمشي لوجده يمشي اللي يمشي لعيون يمشي اللي يمشي لرباط ما عندهاش مشكل. حنا من الجمهور وغنبقاو من الجمهور وغنسيروا دائما في اطار تصور ديال المسير ولكن دائما حنا من منظومه ديال الجمهور. كانت واحد النقطة اللي شي انه الجمهور اللي يدخل ياخذ شي ذكرى ما كتفكروش مثلا بحال الاغتداء مثلا فوق الكبيرة كرشا ميموريال مدريد اللي كيديروا مثلا كيحطوا الاقل الناس كتدخل تصور وكتساهم واحد الانسان ما مزيان. سي رشيد الاندلسي الرئيس ديالنا الحالي اشتغل على هذا الموضوع وملي كنا في قبل ما يكون رئيس ملي كان نائب رئيس ومكلف بالبنية التحتية اظن على انه اشتغل على متحف في الاكاديمية الجديدة الهبة المولوية السامية باش يكون متحف يكون بناء عليه هذا المتحف هذا يتجمعوا جميع
الانجازات والالقاب ديال الرجاء الرياضي يمكن حتى هي بالمداخل ديالها تحقق نوع من المسؤوليه الماديه. اذا بعجاله عطيني الخطوط العريضه للبرنامج في الخطوط الديفيرونسيال كانوا في التشكيل. انا شوف خمسه ديال الركائز، فريق قوي، دي كاتيجوري دي لي جون برودكتريس دو تالون، اوكي فهمت، اللي غتدمر الفريق الاول، اداره قويه متخصصه، هادشي كلشي غيعود بالنفع على المستوى المالي على على المستوى المتوسط، اوكي غادي يعود بالنفع على المسار الرياضي، لان ملي غتكون عندنا فريق اول قوي واداره قويه من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الرياضيه، غادي يعود بالنفع على المستوى المالي وعلى مستوى الفرجه الكرويه، وهادشي كلشي ما يخرجش حقه، وهادشي كلشي غيدينا لواحد المنعطف مهم في تاريخ الرجاء اللي هو الشركه الرياضيه اللي هما ناقشناهاش، وليت تشكل ركيزه من ركائز ديال البرنامج ديالهم. هاد اعاده البناء غادي تعود بالنفع على القيمه اللاماديه والماديه ديال نادي الرجاء الرياضي، اللي غتساهمنا انه في اطار التقييم ديال نادي الرجاء الرياضي ليفالياسيون فينونسيير، باش نشوف اطار الشركه الرياضيه اللي الشركه الرياضيه خصنا على مستوى المتوسط الامد نشوفوا مستثمر يجي يستثمر في الاموال ديالو ماشي كمشكل كمستثمر مالي اللي غادي يربح من الرجاء، يضخ اموال كبيره ولكن غيربح من الرجاء في واحد الحدود اللي معقوله، اللي كنضمن دائما ان الرجاء تبقى ديال الرجاويين، اوكي ما ياخذش 100% من الكابيتال المنظوم ديالي، هناك مساهمات اللي كتخلي لو دغوا دفوت يكون عند الجمعيه، وهادشي كلشي ما كانش نحققوه الا ما كانش اهتمام. النقطه هذه دغوا دفوت واش غيكون صالح للمخالطين ولا غيكون صالح للديسيزيون؟ دابا الشركه الرياضيه نكمل اخر نقطه ونرجع للشركه، هادشي كلشي ما كانش نوصلوا ليه الا ما كانش اهتمام والتفاف وراء هدف استراتيجي، ماشي وراء انيس محفوظ ولا السي رامي ولا الاستاذ خلفاوي ولا اي شيء. للاسف نو شخصين خصنا ناخذوا هدف استراتيجي ونوصلوا ليه، وحنا قلنا في الاسئله الاخرى الا ما نجحناش هادشي كلشي اللي قلناه غادي نعطيو للراجع، حيت حنا هذا ماشي عمل شخصي ديالنا غادي نشدو نخبعو حتى دابا 3 سنين ونعاودو نجبدوه، دابا 3 سنين معطيات واحده اخرى، هادشي كلشي عطينا صالح الراجع باش الراجع تبقى ديما كبيره. نرجعو لنقطة الشركة، حاليا الشركة الرياضية شكون المساهم الوحيد تقريبا ديالها؟ هو الجمعية الرياضية عندها 99.99%، إذا باش الشركة الرياضية تقدر تتباع ولا مجموعة من الأسهم ديالها تمشي للمستثمر خص الجمعية تقبل، إذا حاليا لو بوفوار دو فوت ما بين يدين الجمعية، وملي كيقول الجمعية ما بين يدين المخالط باغي كوشي. كان تخوف على الرجاء حاولتي توضح النقطة هذه، باش نكمل ندوزو لأسئلة الجمهور اللي غنقلو عليها الاحترام. نبداو بالسؤال الأول، الصديق الصحة، كيف نضمن عدم استقالة في منتصف الطريق؟ أنا باش جمهور الرجاء الكلوي نوضح هاد النقطة هذه كترجع رجعت بزاف ديال المرات، انا ما استقلتش لانني خفت وما استقلتش لانني عييت، لانني كون كنخفت وعييت كون راني مثلا كنت استقلت في فتره استقل استجابه زياد ومجموعه الاخوان اللي بدا الظروف الكراهات دفعتهم انهم يستقلوا رغم انهم قدموا خدمات جليله لنادي الرجاء الرياضي واللي كنحسوا في الثمار ديالنا الى غير اليوم. انا استقلت خدمه صحيحه ما دراش كان يمكن يبقى يلقاو المشاكل واي حاجه غنبقاو ديما حيت واحد الفتره وليت كنعطي الاراء ديالي وداك الاراء ديالي تعتبر على عكس، في حين انه في المنظومه اللي خصني نقول الراي ديالي، ما يمكنش نقولش الراي ديالي، غادي يكون مدب في حق راسي. اذا انا الاستقاله ديالي جاءت لضمان سير عادي نادي الرجاء الرياضي باش ما نكونش هناك احتكاكات اللي تقدر توقع بانعكاسات سلبيه على المنظومه العامه، اوكي؟ احنا في اللائحه
الى خدينا هذا المشوار هذا ولا خدينا هذا القرار غنمشي فيه جوستكم الى اخر الرق. السؤال الثاني، كيف تتدافع عن الرجاء في العصبة والرجاء في الجامعة وايضا في الكاف وفي الطاس؟ هذا السؤال لا يحتاج الجواب، لان اللقاء الجديد يعتبر خير مثال على الجهد. يقال انه كانت الحلقه الاقوى يعني في هذه النقطه اللي كانت ترفع على الرجاء. اكيد الحمد لله التاريخ هو هنا. اتخذنا هذا القرار كنت المدير ولا كنت وراه ودافعت عن الملف ابتدائيا واستنافيا وبرغم الضغوطات، ست شهور الضغوطات، وامنت بالقضيه وربي سبحانه وتعالى ما خلاش. هي المره الثانيه في البطوله الرجاء. كنا جبنا البطوله دائما، انا ما كنحبش الشخص العام. الحمد لله كان مجهودات اداريه، السيد الرئيس، الاخوان في المكتب، رياضيه، السي جلال السلامي، هادشي كلشي الى كونفيرجي وتوحد دينا الالقاب. كانت نقطة مهمة، دخلت التاريخ الرياضي المغربي. هذا السؤال ما يحتاج جواب عليه، لأنني أضع المصلحة العليا ديال هذا الرجاء الرياضي فوق أي اعتبار. جالس صديق يعني الصفحة سمعت سؤال، لأن الرجاء عندنا نقص في مثلا في تمشيل أداء الجامعة لا في العصبة. أكيد أكيد، دابا كاين قرارات جديدة على التتبع ديالي المتواضع، أن الرئيس ما يبقاش في الرئيس ديالنا الرئيس النوادي ما يبقاش عضويه الجامعه المكتب الجامعي على حساب الهيكل الجديده. صراحه ما تبعت واش كانت تفعيله ولا لا. ما نساوش على ان تسيير هذا النشاط الرياضي يتطلب جهود خارقه، وبان احنا كان هناك اتجاه اننا نبقاو في تسيير هذا النشاط الرياضي لاغلاب لتغليب المصلحه ديال الرجاء. اذا نادي الرجاء الرياضي كيلكو سوا لي كونديسيون، الرجاء ديما وجهه النظر ديالها تحترم على مستوى المؤسسات، وتمثيل هذا النقاش ما كنا نناقشوا على حسب الوضعيه ديال الانتخابات في هذه الهيئات. سؤال اخر حتى انا نعطيك، ما رايك في المدرب التونسي لسعد شير في جده؟ يعني كيف ترى طريقه اللاعب؟ ولا كنتوا رئيس المرحله المقبله واش تحافظوا عليه كمدرب او مشي مع الفريق؟ انا عمري ما تقيته، عمري ما هضرت معاه، ما يمكن ندير ليه تقييم حتى نتلقى معاه ونجلسو الا كنت الى كتب الله وفضل بالرئاسه. هذا السؤال سابق لاوانيه. ظاهريا على حسب المعلومات اللي عندنا انسان مقتدر محترم، يؤاخذ عليه شويه ديال الافراط في التواصل، ولكن مازلنا هذه مسائل تعالج وتتجاوز. ما يمكن نحكم عليه الا بعد مجلسته. ختاما اخر سؤال للصديقه الصفحه رجاء ملعقول، قالت واش كنتي سيبوقي الجمهور ديالنا؟ لان الجمهور رجاء جمهور سعيد، واش علاقه بروفيسيونيل مع جمهور رجاء سيرتو في الانتدابات؟ هذا السؤال المهم. دابا الانتدابات، شوف باش نكونوا واضحين، من دابا الانتداب من اجل الانتداب راه ما عنديهوش. باش نكونوا واضحين، الانتداب باش ندير انتداب وباش نقولوا دابا انتدابات ونجيبوا 15 ونريزيليو 10 راه ما كاينش هادشي. الانتدابات الوازنه واللي عندها قيمه رياضيه وعندها قيمه ماليه غادي نديروها، واللي غتعود بالنفع غادي نديروها. انتدابات دابا هذا التوجه هذا كيمشي في التوجه بحال عمرنا انتدبنا. الوغ في هاد 3 سنين ولا 4 سنين الاخرى شخصيا مع الزملاء ومع السيد الرئيس والاستاذ الرؤساء انتدبنا 36 لاعب. اعطيني فريق في المغرب كيوصل لهذا المستوى ديال الانتدابات، وهاد 36 لاعب فشلنا في واحد 6 ولا 7. رجعت فشلنا كاين اللي في السخنه كاين مشى النتيج واحد هو في السيد الدين العالمي. ما عنديش بصراحه ما عنديش النتيجه ديالها لاني غادرت من المسؤوليه. يقال انه ربح الملف ولكن ما عنديش معطيات هذا. دونك درنا 36 ولا 37 انتداب، فشلنا في واحد 5 ولا 6 اللي ما صدقوش. الدين ناس الدين العالمي الى غير ذلك، لان انتدابات في الاخيره وما عندناش ان بولدو كريستال. كيما نجحنا في بين مالونكو فشلنا في شي وحده اخرى. سفيان رحيمي. ما انتدبنا سفيان رحيمي. انتدبنا بين مالونكو، ها هما رجعوا بالنفع النادي من الناحيه الكرويه والماليه. سند الوفد. انتدبنا سند الوفد اللي حيدناه الترجي. انتدبنا الكومة. حيدناه الاهلي. انتدبنا العرجون، انتدبنا سميتو الهدودي،
والاخوان هما حاضرين، عرضت عليه اموال باهظه الملايير باش ما يجيش الراجل. راه كتعرف الراجل ملي كتدخل لشي لعبه كتنوض حظ، ورغم ذلك امانه ويعتبر ركيزه من الركائز. غادي يجي بيسار، غادي يجي جمهور باش هو كيسال انا جايك. دونك باش نكون واضح مع الجمهور، لان انت انا منهم، انتداب الاجل انتداب ما غاديش يكون فراج. انت دابا الوازي اللي غيعود بالمنفع الرياضي والمالي غادي ينتهي سلايد. فيما يخص بالسيبيساك، سيبيساك تم اتفاق معاه، هو من ابدا الرغبه باش يجي الراجل. جا لعبنا الدقيقة، تفاهمنا، وقع على عقد. الناس اللي يقولوا عقد بدائي، وقع على عقد، عقد نهائي. أو هما ماشي في البالون ديال وقع العقد النهائي عندما افتتحت المدة القانونية باش يوقع العقد. لأن في 6 شهور الأخرى ديالك ملي كتكون مع النادي وكتبقى في 6 شهور الأخرى ديالك عندك حق أنك تبقى. مثلا حاليا اللعابة ديال الرجاء 10 لعاب ولا 11 لعاب في 1 جانفي ما الكونترا ديالو غتسالي في جوان 2022. يعني في 1 جانفي في 1 يناير 2022 من دابا 3 شهور عندهم حق يبقى مع فريق اخر وغيوقع عقد نهائي، ما يمكنش عقد بدائي. هادشي اللي درنا مع السي بي صح، قال لي سيدي انا مهتم بالرجاء وباغي نلعب في الرجاء وعندي طموح نكون في الرجاء. انا نوقع معاك وجا من اسفي ووقع معانا ومشى ليغاليزاسيون ومشى صادق على التوقيع ديالو وبقى العقد. فاذا نفاجئ قبل من فتح باب الانتقالات انه بقى مع اسفي. من بعد اخر 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 ملف اللي اشتغلت عليه قبل الاستقاله ديالي هو ماده ملف النزاع امام لجنه النزاعات ديال الجامعه. ومن بعد ما تبعت ملف ما عرفتش شنو القرار ديالي. انت راه عندك الزهر ما كاينش جمهور في التيار. هذا سؤال يعني حاول نقول للامانه السي انيس محفوظ يعني كفاءه عليا يحق للرجاء بافتخارها. هذا جواب على تبني زين. ختاما يعني ما نطولش بزاف السي انيس محفوظ يعني يشرفني يلتقي معاه. شكرا جزيلا. وكنتمنى لك حد موفق لا الاستاذ انيس محفوظ لا الاستاذ روان رامي لا الاستاذ جمال الخلفاوي. يعني حنا محايدين للامانه. حتى لا أقل عليكم يعني كنضرب لكم موعد في حلقات أخرى وكنعطي السي أنيس محفوظ كلمة أخيرة. أسامة كنشكرك جزيل الشكر على الاستضافة ديالك وعلى استضافة طاقم جريدة الإلكترونية مرة 24. كنتمنى إن شاء الله هذه الفرصة هذه تعاود جدا إن شاء الله. المنبر ديالكم محبوب في الرجاء في أي وقت إن شاء الله بغض النظر على الترشح. نادي الرجاء الرياضي نادي مفتوح على جميع المؤسسات الاعلاميه وهذا شرف لنا ان شاء الله ان الرجاء والمنبر ديالكم يكون ان شاء الله يعني متدخل بصفه مباشره في الشان الرجاوي بصفه عامه. كنوجه تحيه لكم، كنوجه تحيه للجمهور الرجاوي اللي تفاعل مع الحلقه هذه، وكنتمنى دائما التالق والتميز للرجاء مهما كان المرشح المقبل غادي يمسك الزمام الرئاسه. وتحيه لي وجمعه مباركه والى اللقاء ان شاء الله. اذا كنطلبوا لكم الموعد المقبل لا مع الاستاذ رضوان الرامي لا مع الاستاذ جمال الخلفاوي، غادي يكونوا معنا ضيوف في الايام المقبله. الى ذلك الحين هذا اسامه داري في ولدي لكم على امل اللقاء بكم.